إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل شحات العرابي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته، سبحان من لا يدرك في حس ولا يخيل في نفس، ذاته معظمة أزلية وصفاته مقدسة أبدية، تسبحه الخلائق في جلال وتذكره بقلب أو لسان، خرير الماء تسبيح وحمد وشقشقة الطيور لها معاني، فعد لله أوابا لتمضي عزيزا هانئا بين الجنان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية محلة اللبن، مركز بسيون بمحافظة الغربية، وننقل لكم هذه الأمسية الدينية من أماسي إذاعة القرآن الكريم، والتي جاءت إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من أهالي القرية الكرام. إخوة الإيمان، ذكر الله حياة القلوب. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور فرج الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل على بصير.
وسبحان الله فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا ترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماء الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات
لكم بلقاء ربكم توقنون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت
وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي من هذه الرحاب الطاهرة رحاب المسجد الكبير بقرية محلة اللبن مركز بسيون بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، ورد في الأثر اعبد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فسهلك. نستمع الآن إلى هذه الكلمة من الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر والأوقاف. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، محبته طريق لمحبة الله عز وجل. قالوا تحب محمدا، قالوا تحب محمدا، فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد وشفاعة ترجى ليوم
أو استثنى من شرع الله عز وجل يخرج من الإسلام بكلمة حدث لك زوجك يوم أن قلت لوليها زوجني ابنتك فقال زوجتها لك فقلت قبضتها منك صارت زوجة حلالا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلمة تحرم عليك زوجك فلو قلت لها أنت طالق ما صارت زوجة لك إذن فالكلمة عندنا لها خطر دخول الجنة بكلمة ودخول النار على كلمة شرف الإنسان هو الكلمة الكلمة هي التي تفصل عما بداخلك كم يقولون تكلم حتى أراك يعني طالما أنت صامت طالما أنت ساكت أنا لا أعرفك لا أعرف من أنت لكن إذا تكلمت عرفت من أنت لماذا؟ قال لأن القلوب صدور والألسنة مضاربها القلب شبهه العلماء بالقدر تعرفون قدر الفل هذا القدر لا ندري ما فيه هل الذي فيه جيد أم خبيث لأنهم بدل أن يقولوا كلاما فيه لهم يقولون كلاما يؤذي الله عنه
إنما جعل الله لك أذنين وجعل لك لسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم. ومن كثر كلامه قلت معرفته، وكثرة الكلام تقل المعرفة، ليست كثرة السلام. بعض الناس حرم هذا الكلام وقال كثرة السلام تقل المعرفة أو تقل المعرفة، لا، كثرة السلام تزيد المعرفة وتزيد المحبة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا بعثتموه تحاب كذا. إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر والأوقاف. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات مع فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. يا خير خلق الله، أنت المجتبى للعالمين هداية وأمانا. يا حبيبي، أمر من الرحمن جاء لتوه قام النبي فهاجر الأوطان. الأمر من الرحمن جاء لتوه قام النبي فهاجر الأوطان. وعلينا يحلو فراش حبيبه تحت العباءة موه الطغيان. خرج النبي مردلا
خرج النبي مرتلا كلماته. كان النبي يرتل القرآن والمصطفى يرمي الحصى والمصطفى يرمي الحصى من كفه. ناموا جميعا ما رأوه عيانا وما رميت إذ رميت، وإنما النصر من رب السماء مولانا. وما رميت إذ رميت، وإنما النصر من رب السماء مولانا. دخل النبي الغار، بورك حوله. لما دخلت الغار بورك حوله، أصبحت والصديق فيه مصانا، والعنكبوت والعنكبوت إذا رآك فإنه نسج الخيوط وغز غزل الأوغان. جاء الحمام باض الحمام، فاز الحمام باض الحمام حماية لحبيبه. للغار غرد بالهدى الحانا، صلى عليك الله يا خير الورى. ما غاب بدر في السماء وبانا. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والابتهالات التي استمعنا إليها من فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية محلة اللبن، مركز بسيون بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، لكم تحيات محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي شحات العرابي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.